بونجور، نحن حنكفي اليوم بالريفيزيون. بدنا نحل الديفوار اللي كنا عطينكم اياه اللي هو النيميرو 1 باج 9. عم بيقول لي اكري اون لتر لو نومبر سويفون، انه هاد النومبر بنكتبهم اون لتر. عندنا اول نومبر، كيف بنقراهم؟ بنبلش دي دروا دي غوش ا دروات 300، هي هذا الشيفر دي سونتين. 30 اللي هو الشيفر دي ديزان، 3 اللي هي شيفر دينيتي. كتب النمبر اللي بعده نقسم ل كلاس، بنبلش كل 3 شيفر اللي عبارة عن كلاس دي دروات اغوش 1 2 3، بيبقى هذا الشيفر لحاله هو كلاس. هلا بنبلش نقرا دي غوش ادروات، هذا 1 بأي كلاس؟ بالكلاس 2000 1000. خلصنا من الكلاس 2000، نيجي على الكلاس اللي حضر 400. هون 60 12، نقراها 460 12. صور عنا يا نمبر بنقراها بهذا الشكل 1460 12. نمبر اللي بعده كمان نقسم لا كلاس 1 2 3، نبلش نقرا ونرجع 2000. هم نقراها 2 بقلب الكلاس 2 تاع الميل من الا 2000. سنتان 0، بالديزاين 0 بيبقى على اونيتي 3، يعني 2000 3. النمبر اللي بعده نقسم بلاس، بيبقى عندي هيك بهذا الشكل. هاي شو بنقراها؟ هاي 40 موجودة بالكلاس تاع الميل، يعني 40 ميل. في من بعدها شيء بقلب الكلاس تاع الانيتي كلهم زيرو، يعني بكفي نقول 40 ميل. النمبر اللي بعده نقسم كمان لكلاس 1 2 3، نبلش هاي نقراها 60 10. بأي كلاس؟ بالكلاس تاع الميل، يعني 60 ميل. بنكفي 400 هي ديزاين هون 30 9. ومثل ما قلنا الكلاس تاع اليونيتي، كلاس تاع اليونيتي ما بنحط وراه شيء لحال، الكتابة بدلنا انه هذا الكلاس تاع اليونيتي. اخر نمبر عندنا اياه بهذا الشكل، كل 3 شيفر بنحط 3 1 2 3، ونبلش نمبر دي غوش ادروات هاي 9. طيب 9 بأي كلاس؟ الكلاس تاع الميل، يعني 9 ميل. نرجع نتلفي 900 هي سنتين 900، هاي 80 80 ما في شي بالانتي، يعني 900 ميل أو 9980. بهذا الشكل نحن بنكتب اون لتر. بدنا نكفي بتاني فكرة بالريفيزيون هي الاكريتير اون شيفر، كيف اذا كان في عندي النومبر اون لتر كيف بكتبه اون شيفر. رح اخذ اكزامبل، عندنا بار اكزامبل 30 4 1000 200 20 4. كيف بنكتبوا هذا النمبر اون شيفر؟ بنبلش بنقرا اول شيء 34، شايفين مثل ما مبين هون انه مقسم لكلاس 34 ميل هذا كلاس، و 224 هذا الكلاس تاع اليونيتي، هذاك الكلاس تاع الميل 34. نكتب 34. طيب
34 ميل قدام الميل في عند الكلاس تاع الانيتي. طيب الكلاس تاع الانيتي في بقلبه تروا شيفر، تروا شيفر يعني 34 ميل بده يكون في عندي هذا الكلاس تاع الميل قدامه تروا شيفر اللي هن الكلاس تاع الانيتي بهذا الشكل. بنشوف شو بدنا نعبيهم هول التري. انا بحط التري محل الكلاس، يعني هذا كله الكلاس تاع الانيتي في بقلبه تروا شيفر 34 ميل. نرجع نقرا 200 يعني 2 هون هي سنتين 24 عبينا الكلاس وعبينا الشيفر بهذا الشكل. نحن بنكتب اون شيفر، بنحول من اون لاتر لا اون شيفر.